كنا معكم في هذه إحدى جلسات قمة الإعلام العربي، واليوم هو منتدى الإعلام العربي للشباب في دورته الثانية. طبعا نرحب بزميلتنا رنا المعمري في استديو القمة ضمن هذه الفعاليات التي تقام اليوم. نعم، نرحب بكم مشاهدينا، ومن مقر انعقاد قمة الإعلام العربي ينضم إلينا موفد مركز الأخبار محمود حمدان. تفضل محمود. نعم، تحية لكم زملائي بالاستوديو، تحية لكم مشاهدينا من قمة الإعلام العربي، وحديث عن الشباب، وحديث أيضا عن المحتوى الإعلامي. نتحدث أكثر عن ما تضمه هذه القمة والمشاركين في هذه القمة. أحد المشاركين ولديه الجلسة أيضا أحمد النشيط، وهو إعلامي وصانع محتوى. أهلا وسهلا بك أحمد، لديك جلسة اليوم، ونحن يعني في اليوم الخاص بالشباب أيضا لدينا جلسة تتحدث عن الألعاب الإلكترونية أو الجيمينج. بداية، ماذا يمثل لك يعني هذا المكان وهذا الحدث، قمة الإعلام العربي؟ صراحة أنا أتشرف أن أكون موجود في هاي القمة. كل سنة أحاول أحضرها. هاي القمة صار لها حين فوق 20 سنة، والشيء الحلو فيها أن كل ما لها قاعد تتطور، وكل ما لها قاعد يضيفون لها شيء جديد. عندنا هاي السنة 3 قمم في قمة واحدة، يعني عندنا القمة، عندنا قمة الشباب، وأكيد بعد عندنا جائزة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يعني 3 أشياء في محل واحد. حدثنا عن اليوم، لديك جلسة خاصة عن الجيمينج أو الألعاب الإلكترونية. ما الجديد الذي يمكن أن يضاف كمحتوى يدعم أيضا الأجيال الناشئة التي يعني تركز وتحب هذا النوع من المحتوى؟ بصراحة الجلسة اللي عندنا إياها فيها تنوع، عندنا فيها شباب وعندنا معها بنات، كلهم راح يتكلمون معنا عن صناعة المحتوى، كيف ممكن أن يطورون هاي المجال، كيف ممكن أن يخلون جيل جديد من اللاعبين من عشاق الفيديو جيمز يدخلون يعملونه كمجال، سواء كجيمرز أو صناع محتوى أو كإعلاميين، لأن هاي المجال قاعد يتطور. وشفنا شلون دبي قاعدة تصير مدينة، خلنا نقول حق صناع المحتوى، ومدينة حق الجيمرز. فشفنا شلون مع القمم، مع المنتديات، مع المؤتمرات اللي صارت، كل أشياء قاعدة تؤدي إلنا سنة 2030 إن شاء الله راح تكون دبي من عواصم الفيديو جيمز إن شاء الله. ونشوف هاي الشيء مع اهتمامهم بوجود جلسة في هاي المنتدى تخص الفيديو جيمز. سؤال أخير، يعني أنت جيمر صانع محتوى، وأيضا من يعني لك تركيز على المحتوى القيم، كيف يمكن أن نحول يعني صناعة الألعاب الإلكترونية لشيء يفيد الأجيال، بعيدا عن ما تتناوله من عنف ومشاهد خارجة في بعض الأحيان ودخول بعض الغرباء إلى الأطفال من خلال هذه الألعاب؟ أعتقد أن الحين شفنا شلون في مجتمعات، المجتمعات اللي موجودة سواء كانت على البلاي ستيشن أو على البي سي أو على الإكس بوكس أو على أي جهاز موجود عندنا، في عندنا خاصية الريبورت، مع خاصية الريبورت ممكن أن تواجه هاي الأشياء اللي تكلمت عنهم. لكن اللي أنا أشوفه أن الجيل الجديد من الجيمرز اللي قاعد يدخل السوق، شفنا لاعبين عرب، شفنا لاعبين سعوديين، شفنا لاعبين إماراتيين ينافسون على العالمية. منتخب أوفر واتش في السعودية فاز بجائزة كأس العالم، ونشوف شلون اهتمام الخليج بشكل عام بهاي الصناعة اللي قاعد يخلينا نقول أن الأجيال الجاية راح تكون أبطال في فيديو جيمز وأبطال في صناعة المحتوى إن شاء الله. أحمد النشيط، الإعلام صانع المحتوى، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق في جلسات هذه القمة والمنتدى. شكرا. من هنا من قمة الإعلام العربي أعود إليكم مجددا إلى الاستوديو زملائي.